الخزانات النفسية والجو روعة والمشاعر حية. يا نار شفي من ضلوعي حطابك صبر على نار المودة والممنون. اي والله ابكي واكثر الناس تبكي. الله وهب الفراد وزانات النفسية والجو روعة والمشاعر حية. ابوك الجو البطل ياسر انت حموش ابيكم تساعدوني نبي نذبح الخروف ونطبخه. ابشر. كفو. اوكي. لا تكفى لا تذبحوه خافوا ربكم خلوا في قلبكم رحمة هذا خروف مسكين وايش ذنبه. شفته ايش قلت له عامر؟ حرام عليك انت وياه حرام عليكم طلع خروف ومسكين هذا ما له ذنب يا عيال. خلاص خلاص يا شكش ما راح نذبحه. تخيل حط نفسك في مكانه. خلاص انت ايه ترى نمزح تستهبل. قم 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 راح راح جيبها راح. ايه ترى بشتكيك الحقوق الحيوان. استانس بالسيارة الجديدة. يا عيال الخروف ما لقيته. ايه تستهبل وش اللي ما لقيته؟ تعال شف. من جدك انت؟ وين حاطه انت؟ وين حاطه؟ رابطه في ذي الخشبه. متاكد؟ اقول لك متاكد وشاهدت عليه شاهدت عليه مره. وين راح الخروف ذا؟ ادري شكله انصرك. اما انصرك تستهبل انت؟ شلون تعشى؟ ادري. امشي امشي خل ندور عليه امشي.